مين كان يتخيل ان سيد مكي المكان اللي هو يعتبر شعبي تحصل فيه جريمة بهذه البشاعة؟ ما حدش ابدا كان يتخيل ان المجتمع المصري خاصة المناطق الشعبية اللي فيه اللي كتير من الناس بيشبهها بالصعيد في عاداتها وفي تقاليدها وفي اخلاقها، ان هو توجد فيه عناصر زي صبري، زي بدري، زي اشرف، زي احمد، بني ادمين منزوع منهم الرحمة. مفيش مبادئ، مفيش أخلاق، مفيش تربية، مفيش دين، مفيش احترام حتى يعني للبني آدم، إنه إنسانة ست عندها 50 سنة وأم وكمان جدة وعندها أحفاد. الست دي عندها أولاد متزوجين وعندها أحفاد 52 سنة، يعني ست كبيرة مش صغيرة. ايه اللي حصل في المجتمع، وايه اللي جرى، وايه اللي احنا بنشوفه ده، وايه القذارة دي، وايه البشاعة دي؟ طبعا دول المفروض، انا من وجهة نظري مش اقل من اعدام، دول المفروض حكم اعدام. ليه؟ عشان يكون في ردع، يكون في عقاب وافي لمثل هؤلاء الاشخاص اللي شايفين ان المجتمع غابة بيتلاعبوا فيه براحتهم، طالما ان هم سواء بيهددوا بسلاح ابيض او البلطجه، يعني حجم البلطجه زادت. وفي ناس كتير اتكلمت، ويمكن دي اول مره اتكلم فيها، المسلسلات والافلام اللي فيها السلاح الابيض وعبد موته والديزل والالماني وتاثر الاجيال بالكلام ده وبالمشاهد دي وبالمناظر دي وبالقذاره دي. الفن المفروض ان هو رساله، لكن احنا شايفين في فن هابط بيقدم من خلال الشاشات خلال الفترة الأخيرة، وده كان ليه تأثيره السلبي على المجتمع. انتشار تجارة المخدرات بشكل كبير، انتشار البلطجة بشكل كبير، وزارة الداخلية مشكورة يعني بتبذل مجهودات جبارة في سبيل يعني حصار البؤر الإجرامية باختلاف تخصصاتها، سواء بلطجة، سواء مخدرات، سواء نصب، سواء سرقات. ولكن الفن في الفترة الأخيرة ده حقيقي يعني قدم رسالة هابطة للشارع المصري، أثر بكتير جدا جدا، خاصة النشأ، خاصة الأجيال الصغيرة، خاصة الشباب. وده لاحظناه من حجم الجرائم الكتير جدا جدا اللي ظهرت في الفترة الأخيرة. أن احنا أمام قضية اللي طرحناها ووضحناها لحضراتكم، 4 شباب بيتناوب اغتصاب سيدة خمسينية، سيدة هي أمهم، هي أختهم، هي جدة أولادهم، لكن ينتهكوا شرفها وعرضها بهذا الشكل القذر المشين. طبعا احنا بنطالب بتغليظ العقوبة، دول مفروض كده مش أقل من إعدام. احنا في بعض الناس بتقول ان انتوا بتتكلموا في أعراض الناس، احنا بنقدم رسالة للشارع. احنا بنقدم رسالة للشارع، لكل مجرم مهما كان عقابك، في عندنا أمن قوي جدا هتنجاب وهتمثل أمام القضاء العادل وهتنال عقابك. وبنذكركم مرة تانية، ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد.